فقرة برواز اليوم. احنا عودناكم انه نستعرض صورة او فيديو، اليوم راح نستعرض فيديو من احد البرامج اللي كان يقدمها الدكتور احمد العرفج، وهو برنامج الميدان، في حديث وحوار بين الاستاذ عيسى الغيث والاستاذ محمد النجيمي حول قيادة المرأة للسيارة. نتابع. لا أعرف عالما من العلماء المتخصصين في الشريعة أنهم يقولون بتحريم قيادة المرأة للسيارة بذاته، وإنما هم يحرمونه لغيره. والدليل على ذلك واقعيا أنهم لا يحرمون قيادة المرأة مثلا في المزارع أو في الأماكن المفتوحة الصحراوية كالبادية ونحو ذلك، وإنما هم يحرمونه في داخل المدن بالنظر إلى المآلات وبالنظر إلى المفاسد المتوقعة بناء على ذلك. أيضا أنا معهم بأنه في المرحلة الحالية لا بد أن يستمر على ما كان عليه، ولكن هل هذا الاستمرار ليس له نهاية؟ إذا لم يبادر أهل الشريعة علماء الشريعة بوضع الضوابط الشرعية ويضعوا المراحل، مثل ما نقول ضوابط معينة، تكون مراحل تجريبية في حال نجاحها تكون مرحلية انتقالية إلى حين أن يكون هناك قواعد معينة من استوفاها فتقود ومن لم تستوفيها فحينئذ لا تقود. أيضا لا يفهم من كلامي، أيضا نحن في حين نتحدث عن هذا الموضوع هناك متلقين كثير قد يتربصون في مثل هذا الكلام. حاليا لا يسمح بهذا الأمر، لا يجوز مخالفة أمر ولي الأمر بالخروج الآن بالقيادة. نتحدث عن موضوع مباشرة هذا الأمر حاليا، نحن نتحدث من الناحية الفقهية في حال أولا أن ولي الأمر وافق وفقا لأنظمة وتعليمات، ثانيا أن الضوابط الشرعية تحققت وفقا لشروط تحققت وأيضا موانع انتفت، فهل في مثل هذه الحالة يستطيع أي فقيه من فقهاء يحرم مثل هذا الموضوع؟ هذا هو تحقيق المناط في مثل هذه المسألة. قبل المقطع كيف كانت تجربة المذيع؟ والله ممتاز. لا تعرف وفرق الأوزان وعرفك. هو كل إنسان يلعب الدور، يعني مهمات الحارس غير مهمات الدفاع. أنا كان هنا عندي مهمة، وهي أنه برنامج يشبه اثنين وجهات نظر مختلفة، وكنت أضبطهم بالوقت بالساعة الرملية، كل واحد 3 دقائق، مهمتي نقل الميكروفون ليس أكثر وإعداد الفكرة. لكن أنا تعليقي على البرواز الحقيقة أنه هذه القضية انتهت، يا ترى كم قضية حتكون؟ أنا أتذكر أنه قبل 42 سنة يمكن الشيخ الجهيمان أو تركستيري الله يرحمه هم أول من طلب كتب مقال يطالب في قيادة المرأة السيارة. هذا الموضوع أخذ من عندنا كتب وعشرات الندوات. ترى إذا تسمح لي دكتور، هذه المعلومة يمكن ما قيلت كثير. إيش هي؟ أنه فكرة كتابة المقال قبل 42 سنة. لا أي أنا قلتها طبعا هنا أول ما كان يعتبر تقريبا أول من طالب رسمي، يعني ما نقول مجالس لكنه رسمي في مقالات. لو رجعت لإعداد من جريدة القصيم أو جريدة الرياض حتجد عزيز ضياء الله يرحمه، شو اسمه، حسين سرحان، مجموعة من الكتاب طالبوا آنذاك، وبعدين أغلق الموضوع وقالوا لا حد تكلم فيه فاستمر الوضع. القضية هذه استنزفت المجالس والندوات، وصار كل حتى أنا كتبت مقال قلت قيادة المرأة السيارة فكرة من لا فكرة لها، إذا ما عندك فكرة اكتب عن فلسطين أو عن قيادة المرأة السيارة. حبيبنا علي العلياني كان يقدم برنامج يا أهل رمضان، وكان سؤال لكل ضيف ما رأيك بقيادة المرأة السيارة، قصائد كتبات ومدري. طحنا في معركة صغيرة جدا جدا، يا ترى الآن هل في معارك صغيرة حنا الحين نتهاوش عليها وهي ما تستحق كل هال، يعني تستنزف عواطفنا؟ المفروض نهتم بقضايا أكبر. قضية هذه محسومة عند كل الدول البسيطة اللي ما عندهم معرفة بحسموها، فحنا طولنا. أنا بس حبيت أعيد المقطع ذا نشوف هذه واحدة من المعارك اللي أنا دخلت فيها وأنا ما لي رغبة فيها، إنه يلا هات اثنين يكون فيه وجهات نظر مختلفة حول قيادتنا. الآن المرأة ساقت والأمور زي ما هي، بالعكس الحال من أحسن إلى أحسن. جميل.